صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا غادي يكون الفال ديالكم للاسبوع الثاني من شهر 12. ان شاء الله فالكم يكون خير، ان شاء الله فالكم يفيدكم ويكون ايجابي. كنشكركم بزاف 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 على التجاوب ديالكم على الفيديو الاخير، على لايكاتكم، على التعاليق ديالكم، كنشكركم بزاف. واحد البنت او جوج بنات قالوا لي في التعليق علاش ما ديريناش كل بشره بوحدها، او كل مثلا البيضه مع الابيض وديري لنا فيديو بوحده، والبيضه مثلا مع الاسمر بوحدها والسمراء كذلك، وبالنسبه للحنطيه كذلك. فما يمكنش، انا عدد المشاهدين عندي قليل جدا، لي زابوني عندي قليل جدا. فانتما كتشوفوا رغم اني جمعت ثلاثه ديال البشرات وكل وحده بثلاثه ديال القراءات وخاصه ومدققه، نسبه المشاهده قليل واللايكات قليله والتعليقات قليله، وتعب. ونزيد انني ندير تسعود ديال او تسع فيديوهات، كل وحده بفيديو، فغادي نخرج في تسع فيديوهات والمشاهده ستكون اقل واقل، فلن استفيد شيئا بل غادي نتعب. فلما ان شاء الله تكبر القناه ويكون عندي مثلا واحد العدد المشاهده كبير فوق 30 ديال المشاهده، داك الساعه طالبوني وندير لكم مرحبا، ندير لكم المطلقات ندير لهم فيديوهات بوحدهم، المتزوجات ندير لهم بوحدهم، العازبات ندير لهم بوحدهم، اللي عندهم حبيب ندير لهم بوحدهم. اما الان ما يمكنش، مستحيل. فغادي نبدا بالسمراء، وتحيه لك يا السمراء. هذه انت يا السمراء، كنتي متزوجه عازبه مطلقه ارمله، عندك حبيب او ما عندكش حبيب، هذا الفال ليك للاسبوع الثاني من شهر 12. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. هنا قلبك على مبلغ مالي كبير، كتفكري في مناسبه او حفله او عزومه، وهنا غادي يكون عندك حظوظ خلال الاربعه ايام الجايه، غادي تكون عندك حظوظ كثيره، خصوصا الناس اللي باغيين يغيروا العتبه او يشريوا عتبه او محل، نتوما غادي تكون عندكم حظوظ كثيره بخصوص هذا الشيء. هذا كنشوف عندك اوراق كتفكري فيها او عقود كتفكري فيها بزاف، عندك فرحه او مناسبه، الا كنتي نادره نادر فاوفي بالنذر، الا كنتي متعوده انك كتقدمي مساعدات وتوقفتي عليها فرجعي قدميها، الا عندك طقوس كنتي كديريها وتوقفتي عليها فرجعي، الا كنتي من القارئات للقران او اللي تتبعوا اوراد في التسابيح فرجعي لهذه المسائل. هذه كنشوف هذا الاسبوع غادي تكون دائما مراه كبيره كتدخل لك في الحياه العاطفيه ديالك او في الحياه الزوجيه ديالك. كنشوف اللي عندها ابيض ناحف عندك حمل او ولاده، اللي عندها الابيض الناحف اما عندك ولاده الا كنتي حامل، والا كنتي كتقلبي على الحمل فعندك حظوظ في الحمل انك تحملي. العين والحسد ما راهش عليك هاد الايام هادي، هاد الاسبوع هذا غادي تهني شي شويه من داك العين والحسد ديال عباد الله. الله ينجينا وينجيكم دائما من العين والحسد والتبعه. كنشوف بان العتبه ديالك داخله لها حاجه ثقيله، ممكن غادي تدخلي اتات او غادي تدخلي حاجات الكترونيه، او ممكن حتى البعض فيكم غادي يكون عنده شراء عتبه او تغيير عتبه احسن من العتبه اللي انت فيها. قلنا مراه كبيره في السن غادي تكون كتدخل لك في حياتك العاطفيه او في حياتك الزوجيه. قلنا اللي عندها الابيض الناحف عندك معاه مناسبه ساره، واما عندك ولاده الا كنتي حامله او حمل الا ما كنتيش حامله، فغادي تكون عندك بشاره بالحمل خلال هاد الاربعه ايام هذه. الابيض قلنا اللي هو ناحف. بالنسبه للعشاق والحبايب وداكشي وداكشي، فاللي عندها الابيض كنشوفو شي شويه مغير او مريض، الا كنتو واقفين على الطلاق انت وهاد الابيض هذا، فكاين الرجوع لن يتم الطلاق مع الابيض. هو كيشوف ليك، ولكن هذوك اللي ما واقفينش على الطلاق كتنتظري التصالح، التصالح غادي يكون اليوم الخامس او بعد خمس ساعات.
ساعات. وتنقول لك هذا الابيض راهو الاستمراريه معاه راهو كيشوف فيك، واخا يكون بعيد عليك بالجسم ديالو والتفكير ديالو فراه كيفكر فيك، لان بحال كاينه بيناتكم امور كثيره هذا الاسبوع كتبعد بيناتكم او كتخلي كل واحد مشغول على الاخر. بالنسبه للحنطي، فالحنطي كاين طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث طمعانه في الزواج به، ولكن هو متردد ومتغير وما عارفش شنو يدير ومتالم، ولكن في الاخر غادي يكون الرجوع ليك، في اخر المطاف غادي يكون الرجوع ليك. هذا السيده اللي تابعه هي يعني كتشوف العلام الفرح وكتشوف فيه كانه باغا تزوجو، ولكن هو صعب انه يتخذ هذا القرار، قلبه مغير مألم ما ساخيش بها، ولكن لن يكون معها زواج. كنشوف هذا الحنطي هذا كيفكر في السفر، عنده تغييرات الى الاحسن، عنده حاجات اداريه وحاجات في العمل كيفكر فيها، غادي تغير له الحياه ديالو الى الاحسن في كل ما يخص الاداره والعمل، او اذا كانت عنده شركه غادي يكون عنده تطورات. انتبه هي السمراء، لان كنشوفك هامله جدا الحياه العاطفيه ديالك، ما كتعرفيش كيفاش انك تصرفي في الحياه العاطفيه ديالك. كنشوف هنا حتى اللي عندها الاسمر، الاسمر كيشوف العتبه باغيك، ولكن انت كانك كتشكي في الاهل ديالو انهم يديروا لك حاجه خايبه، بالعكس انت اللي تفكيرك سلبي. اما الاسمر هو كيشوف العتبه، باغي معاك الاستمراريه، كنشوفه مغير او متالم، عنده مشاكل ماليه هذا الاسمر هذا. الا كتنتظري مكالمه هاتفيه منه مازال غادي يتصل بك هذا الاسمر هذا، فتلحلحي. نعاودها، راه قلتها واحد المره في واحد الفيديو، تلحلحي شويه يا السمراء، لان كنشوفك هذا الاسبوع كسوله جدا. سمحوا لي، خصكم تقرصوا باش تفيقوا من القلبه، لان ما كتعرفيش تعاملي لا مع الحبيب ولا مع الزوج. حاولي تكوني لطيفه، حاولي تعرفي كيفاش تجلبي الحبيب او الزوج عندك، حاولي كذلك. راه كنقولها وقلتها في الفيديو السابق، بين الرجل والمراه الزوجين ما كاينش الحشومه، كاين الاحترام والتقدير والحشومه. لا، اعطيو الحقوق للازواج ديالكم، وكنقولها حتى للرجال، اذا كانوا كيشوفوني رجال فحتى نتوما الرجال حاولوا تعرفوا انكم تعاملوا مع المراه، المراه جنس لطيف كيخصها اللطافه وبالهدوء انك تعامل معها. المراه كتبغي اللي يهتم بها، اللي يسعدها، اللي يدللها، اللي يتهلا فيها، فحاولوا تفهموا مع بعضياتكم. فالسمراء هذا كان الفال ديالك، فالمبالغ الماليه اللي انت كتفكري فيها غادي تحصلي عليها. الا كنتي كتسناي فيزا، جنسيه، اقامه، جواز سفر، رخصه سياقه، شهاده، الامور هذه كاينه هذا الاسبوع وبصفه يعني ايجابيه. عندك مناسبه غادي تحضري لها، ممكن عيد ميلاد ديالك او مناسبه او لمه او فرحه، قلنا اللي هي عندها الابيض النحيف، فعندك يا اما ولاده الا كنتي حامله، يا اما حمل، غادي تفرحي على حمل، حتى هذوك اللي ما عمرهم حملوا غادي يكون عندك حمل، غادي تسعدي بهذا الحمل. كذلك كنشوف هنا على اربعه اوقات، الا ما كانتش بعد اربعه ايام او اربعه الاسابيع ماكسيموم اربعه الاشهر، العين والحسد اللي كانت عليك راهي خارجه. قلنا حاجه ثقيله داخله لك العتبه، حاجه مهمه ماديه، يمكن اتات، يمكن حاجه الكترونيه، يمكن شراء بيت او تغيير بيت لبيت احسن. قلنا هنا كاينه امراه كبيره في السن اللي كتدخل لك في الحياه العاطفيه او في الحياه الزوجيه ديالك، كنقول لك بان الاسمر راه كيبغيك وكيشوف العتبه، ولكن كتشكي انت ان الاهل ديالو كيتدخلوا في العلاقه بينك وبينه. هذا الاسمر عنده شي شويه الم، عنده مشاكل، عنده غيار فيما يخص الحاجات الماديه او بالنسبه للمال. الا كتنتظري مكالمه من الاسمر غادي يهضر معك خلال ساعتين او يومين، غادي يهضر معك هذا الاسمر هذا. قلنا بالنسبه للحنطي، الحنطي كاينه مراه اخرى في حياته، هذه المراه باغيه تزوجو كتضرب على الزواج، ولكن هو بعيد عليها كل البعد حاليا، وقلبه قلبه انا رجعت عاوتاني، قلبه متغير، قلبه مغير، متألم، مازال غادي تفرق معاها، ولكن حس بواحد الثقل كبير، وهذا الفراق هذا شي شوي كيسبب له ألم، بعيد عليك وبعيد عليها بالجسم.
اهلا. هذا كنقول لك حاولي انك شوفي كيفاش ديري تجلبي الزوج او الحبيب ديالك. هذا الحنطي هذا كيفكر في البلاد البعيده او كيفكر في السفر وعنده خير في هذا السفر هذا، وكذلك عنده تغييرات في العمل، العمل عنده الامور جيده، حتى اذا كانت عنده شي حاجه على طبله المخزن او عنده قضيه في المحكمه فالامور غادي تكون جيده. بالنسبه للابيض كنشوفه بعيد عليك دائما، بعيد عليك. إذا كانت بينكم حاجات قضائية أو عندك بينك وبين هاد الأبيض حاجة مع محامي، فممكن يكون الأمور جيدة واللي هي واقفة على الطلاق فلن يتم الطلاق. وكنقول لكم اللي هي مخاصمة مع هاد الحنطي فالتصالح كاين، ولكن حاولي انك تغيري من السلوكيات ديالك، لانه هاد الابيض ماشي بسهوله غادي يرجع لك، يعني بحال لمتيه مره وجوج وثلاثه واربعه، يعني ما بقاش قادر يصبر. فممكن هاد المره يكون تسامح ويرجع ويتعامل معاك مزيان، ولكني ما تمادايش انت في الاعمال ديالك. اوكي، فان شاء الله خير، وانت خارجه وانت دايز سول فينا، وانت خارجه نغطي اللايك وشكرا. عرفتوا هذيك ديال البشير عبدو، وانت دايز طلع علينا، وانت وانتي خارجه تغطي لايك. اوكي، فتبارك الله عليكم، وان شاء الله حياتكم تكون سعيده والايام ديالكم تكون احسن مما مضى. وغادي نشوف دابا الحنطيه، ان شاء الله يا الحنطيه فالك خير، وان شاء الله يا الحنطيه فالك ايجابي للاسبوع الثاني من شهر 12. ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله الفال يجيك بايجابيات. كنتي متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. هنا قلبك على الحظ ديالك، باغيه تزهري، باغيه تفرحي، باغيه يكون عندك حاجات ايجابيه، فمليتي الحاجات السلبيه كتقولي مالي انا ما بغاش كاع هاد الحظ يجيني. لا، الحظ هو دا حداك، انت اللي عاطيها بالدار، انت اللي ما كتعرفيش تصرفي. فشفتي كيفاش عاطيها بالدار؟ هذا الحظ انت عاطيها بالدار. الحظوظ راهي جايه خلال الاربعه ايام وخلال هاد الاربعه اسابيع الماجيه، عندك حظوظ كثيره، فانت اللي ما كتشوفيش، بحال هذاك اللي كيحطوا له الفلوس قدام رجليه وكينقزهم ويمشي يخليهم، هو القضيه ديالك. هنا كتفكري في وجه جديد دخل في حياتك، او في الغيب، او في الابناء ديالك، او كتفكري في الحمل. وكاين حتى اللي عندها شخص عنده قضيه قانونيه كتفكر فيه، كتفكري في مبالغ ماليه او في حاجه ماديه كبيره. وهنا ياتيك الله، شويه غادي تقلقي، يعني هذا الاسبوع هذا غتكوني سريعه الغضب سريعه القلق. كنشوف هنا كاينه عندك زهر، عندك زهر، فتحركي وشوفي الحظوظ واستغلي الفرص. دائما غادي تكوني متشائمه، لا انا ما عنديش زهر، انا ما يمكنش، انا ما نقدرش، انا ما نوصلش. ما حد كي كتقولي هاد الهضره انت غتبقاي تما، ما الحظ هو. عندك حظوظ ماليه، عندك حظوظ حتى في التحركات وفي التنقلات وفي الاسفار القصيره المسافه، ولكن اللي فيك انت فيك. بدلي تفكيرك، مستحيل، ما يمكنش، ما نقدرش، انا ما عندي زهر. انتي كتقولي هكاك غادي تبقاي هكاك. عندك مشكل مع امراه سمراء، انتبهي منها، غادي يكون بيناتكم خصام، او هاد السمراء غادي دير لك عراقيل، وهي اللي غادي تخليك يعني متضرره هاد الاسبوع. سبب النحس والمشاكل ديال هاد الاسبوع هي هاد السمراء هادي، ممكن حتى انها تغدر بك، ممكن حتى انها تسبب لك مشكل عاطفي، او الا كنتي متزوجه هاد السمراء تسبب لك مشكل في الحياه الزوجيه ديالك.
فانتبهي من هذه السمره هذا الاسبوع هذا. قلنا حظوظ ماليه كاينه، كاين هذا الاسمر هذا راهو في الحظ ديالك، واخا زايغ شويه، واخا زهواني، واخا كيشوف للنساء هذا الاسمر هذا الاسبوع هذا، ولكن اللي كيبغيك كيموت عليك، الحب كاين، مستمره معاه، الاستمراريه كاينه، محظوظه انت معاه، تلقاي معاه كل شيء كطلبيه هذا الاسبوع تلقيه واجد. عنده حاجه ثقيله غادي يشريها هذا الاسمر، لكني غادي يكون زايغ زهواني جدا، وخصوصا الا كنتي كتدخلي شي صاحبه او كنتي كتجلسيه مع شي صاحبه، فانتبهي، فغادي يكون كيشوف لها، فغادي يزيغ شي شويه هذا الاسبوع هذا. ما هو فهو كيبغيك، الحب كاين. تنقول اللي عندها الاسمر وهو يشتغل في مصلحه حكوميه او يلبس لباس خاص في العمل ديالو، فغادي يبشرك انت هذا اللي الحبيب ديالك، كانه غادي يهضر معاك يعني بنية صافية، وبحال غادي يناقش معاك الموضوع ديال العلاقة ديالكم ويبغي ترسيم للعلاقة ديالكم. تنقول كذلك اللي عندها الحنطي، فالحنطي شويه قلبو تفكيره غادي يكون غير في العمل، كيفكر في المسائل الخاصه به، ولكن كنشوف هنا هاد الحنطي هذا كاينه اللي الا هو مزوج، الا كنتي انت مع راجل مزوج فالمراه ديالو غادي تكون حامل، واللي هي كتنتظر الزواج من هاد الحنطي وهو في البلاد البعيده او هو اجنبي، فراه داكشي اللي كيقول لك صحيح، وراه باغيك بالمعقول، وغادي يكون عندك زواج مع هاد الحنطي اللي هو اجنبي او هو في البلاد البعيده. هذا اللي حنطي اجنبي او في البلاد البعيده الزواج غادي يكون، وانت اللي مخطوبه او الحبيب ديالك في بلاد بعيده فعندك الالتحاق به، او هذا الزوج ديالك فعندك الالتحاق به، وانت لهذا الحبيب ديالك وعارفه راه مازال معاه مراه او مازال متزوج، فاحتمال كبير ان المراه ديالو تكون حامل. هو كيشوف لك انت اللي غتكوني رد عليه شويه بالظهر، اما هو كيبغيك باغي المعقول، باغي الزواج، يعني هذا بالخصوص الا كان في بلاد بعيده او هو اجنبي فكيفكر بنيه صافيه، والا كان هذا الزوج ديالك فبينك وبينه فرحه، بينك وبينه سفر، او عنده الالتحاق بك او انت تلتحقي به. وبالنسبه للابيض فالابيض عليه طاقه روحانيه كبيره جدا، فإلا انت كنتي كديري طاقه روحانيه للابيض حتى انه يرجع لك فغادي يرجع لك بهذه الطاقه الروحانيه، راهو غادي يرجع لك. كنشوفو هو متالم هذا الابيض، مغير، ما عجبو حال، هو كيبغيك ولكن بعض المرات كيشك فيك، هذا الاسبوع غادي يكون كيشك فيك، غادي يقول واش هادي كتفلى عليا، يعني هو اللي غادي يكون خايف اكثر منك انت، كيقول واش هادي كدوخ عليا ولا كتفلى عليا، هادي غداره. اما هو فنيته صافيه، هو اللي خايف منك انك تكوني غداره. وهذا الابيض اللي كدير للابيض طاقه روحانيه للرجوع، فالرجوع كاين عندك. اوكي، هذا اللي قال الفال ديالك يا الحنطيه. فقلنا انتبهي للحظوظ، استغلي الفرص، ما تبقيش تفكري سلبي، وحتى النطق ديال الكلمات اللي كتقولي ما تكونش سلبيه، انا ما عندي زهر، انا ما نقدرش، مستحيل، ما يمكنش، الحاجه اللي حطيت فيها يدي، فحتى هكا هاد الهضره ما تقوليهاش، قولي الهضرات اللي انت باغيه تحصلي عليهم. عندك حظوظ من الناحيه الماديه، من ناحيه الاموال، امور جيده، ما تعطيش بالظهر ديالك للفرص اللي غادي تقدم لك. بالنسبه لهنا كاينه عندك تحركات، عندك اتصالات كثيره هذا الاسبوع، المراه السمراء عندك هذا الاسبوع ليس فيها خير، غتسبب لك غير المشاكل والدمار والغيار، وممكن تحطم لك حياتك العاطفيه او تحطم لك حياتك الزوجيه. الاسمر كيبغي، كاينه الاستمراريه معاه، كيشوف لك عندك حظوظ معاه، ما يخصك خير مع هذا الاسمر هذا، الحب كاين ولكن غادي يكون زهواني، يعجبوه البنات وداكشي وداكشي، وانتبهي انت هذيك اللي كتجيبي صاحبتك وكتعرفيها على الحبيب ديالك ولا على الزوج ديالك، ولا كتجلسيها معاك في الطبله، ولا كتديها معاك لي ريستورون لي كافيه، ايوا انتبهي، انا قلتها لك، جبدي ودنيك. هنا الحنطي غادي يكون مشغول بقلبه وتفكيره، مشغول بالاعمال ديالو، نيته صافيه من ناحيه الزواج، وخصوصا الحنطي اللي هو في البلاد البعيده او هو اجنبي، هذا باغي الزواج اليوم قبل غدا. بالنسبه اللي
هي هذا الحبيب ديالها ومازال عارفه بانه متزوج، عنده المرأة ديالو، فالمرأة ديالو ممكن تكون حامل هاد الايام. هاد الحنطي هذا كان زوج او كان حبيب، فهو كيشوفك انت اللي غتكوني رد عليه بالضر، وكتردي ليه اللومه، وكتشوفيه هو اللي خايب، وهو اللي ما كيعرفش يهضر، وهو اللي كيعصبك. يعني كل شيء الحاجات الخايبه غادي تلوحيها على هاد الحنطي هذا. الا كان الزوج ديالك فراه عندكم فرحه وعندكم حاجات ايجابيه انت وهاد الحنطي. بالنسبه للابيض اللي كدير طاقه روحانيه للابيض، فالطاقه الروحانيه جايه بايجابيات، والرجوع غادي يكون مع هاد الابيض هذا. هاد الابيض هذا كيشوف لك وكيبغيك، ولكن نيت انت رد عليه بالظهر، شاك فيك، شاك فيك بزاف، وتيقول هادي كتغدرني، هادي ما كتبغينيش، هادي ما كتعاملنيش مزيان، فعلاش كدير ليه هكا؟ فهو تيشك فيك هذا الاسبوع هذا. هذا مجال الفال ديالكم يا الحنطيات، وكاين عندكم لما في الدار، عندكم جمع عائلي في البيت، وانت خارجه ما تنسيليش الضغط على لايك وشكرا. نشوفوا دابا البيضاء، وان شاء الله يا البيضاء يكون فالك خير للاسبوع الثاني من شهر 12. حسيت براسي بحال كنغوت، خصني نقص شي شويه في الصوت، الحماس الحماس. فغادي تكوني هذه انت يا البيضاء، وهذا الحظ ديالك، انت متزوجه عازبه مطلقه ارمله، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، هذا غادي يكون الفال ديالك والحظ ديالك للاسبوع الثاني لشهر 12. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا شويه راكي مألمه مغيره نفسيتك، هذا الاسبوع هذا غادي تكون شي شويه محطمه، غادي يكون عندك نقص من الناحيه الماديه، غادي يكون عندك اخبار غادي تسمعيها بخصوص الماده، فالالم اللي غادي تألمي والمشكل اللي غادي يكون عندك مادي، ولكن في اليوم الرابع من هذا الاسبوع، او يوم نقولوا غدا، غدا الاربعاء، غدا الاربعاء غادي الامور تفرج، وكاين شخص اللي غادي يهضر لك بخصوص هاد الاموال هادي، غادي تزهري يعني بعد 4 ايام، غادي يكون عندك او يوم او غدا نيت غادي يكون عندك حظ، بعد ما كان عندك هاد الالام وهاد الخصاص المادي ستفرج باذن الله. ايوا كاين فيكم اللي غادي يحمقوها ولادها، وخصوصا اللي عندها الزوج الحنطي والاسمر، الابناء ديالك شي شويه غادي يكونوا الطلبات ديالهم اكثر، او غادي يكونوا عندهم بعض المشاكل اللي انتيا غادي تكوني متوتره معاهم، او ممكن يكون عند الاطفال ديالك شي حاجه مقلقاهم، وانتي غادي تهزي الهم ديالهم. وهما قلنا عاد هضرنا على الحنطيه، وها انت دابا يا البيضاء نفس بحال بحال بحالك بحالها. علاش كتعطي بالظهر للحظوظ؟ كيجيوك فرص، كيجيوك حظوظ، وتستهينين بهاد الحظوظ وبهاد الفرص هادي، فمنين تجيك مثلا فرصه استغليها، ما تقوليش حتى لغدا حتى لبعدو، لا ما قداش دابا، بلاتي حتى الشهر الجاي، فانت اللي كتجري على الرزق ديالك، كتدفعي الرزق ديالك. انت يا البيضاء عندك امور، وخصوصا خصوصا المغتربات، عندكم اشياء جيده فيما يخص الاوراق الجنسيه، او مثلا اوراق رخصه، او مثلا شهادات، هاد الامور اللي خاصه بالاوراق وبالسفر ممتازه جدا، عندكم حظوظ في الاوراق في السفر، الامور جد جد ايجابيه. عندكم فرحه في الاخر، كاين عندكم فرحه في اخر الاسبوع، عندكم فرحه، كاين اللي غادي يكون عندها لقاء بالحبيب، كاين اللي غادي تتلاقى بالزوج ديالها بعد غياب طويل، كاين اللي غادي يكون عندها زواج، فما بينليش هنا شكون، ما عطاتنيش الكارطه اشاره لي شكون اللي غادي يكون عندها زواج، ولكن على العموم كلكم البيضاوات في اخر الاسبوع فرحه كبيره، كل وحده وكيفاش غادي تجيها هذه الفرحه، وخصوصا الفرحه غادي تكون عاطفيه،
انا كيبان لي هنا رجوع الزوج او حفل او خطوبه او زواج او حاجه بينك وبين الزوج ديالك غادي تفرحوا عليها. فعلام الفرح على الحياه العاطفيه رائع جدا، رائع. حاجات عاطفيه عندك زوينه بزاف. وبالنسبه للفلوس اللي انت خايفه وكتقولي خصص مادي، الفلوس غادي تدخل لك للعتبه، الفلوس جايه او حاجه كبيره غادي تدخل لك للعتبه. وكنشوف غادي تظهري على مكالمات هاتفيه خصوصا من النساء، يعني غادي يكون عندك هذا الاسبوع هذا اتصالات هاتفيه من النساء، وهاد الاتصالات هادو غادي تفرحي عليهم وخصوصا من المراه الكبيره في السن. تنقول كان عندك رجل حنطي وكنتي مخاصمه معاه او وصلتوا حتى انكم هضرتوا في الطلاق او كان كيهضر لك على الطلاق، فتاجيل لهذا الموضوع سيؤجل الهضره في الطلاق وفي الفراق. الا كان عندك الحنطي سيؤجل، ما غاديش تهضروا فيه هذا الاسبوع هذا، بحال غادي يعطي فرصه لنفسه وغادي ياخذ وقت حتى انه ياخذ القرار، رغم ان واخا تهضروا في هذا الشيء فهو مازال كيعزك مازال كيبغيك. فغادي تدوز واحد المده وغادي تشوفي هذا الحنطي غادي يكون كثير الاتصالات بك، يتصل بك بزاف، يعني الهضره والكلام غادي تدوز واحد المده ويبقى يهضر معاك بزاف. هو ما باغيش الفراق ولكن شي حاجه كتلزمكم او نتوما وصلتوا لنقطه النهايه وبحال صافي انتي تنتي رديتي عليه بالضر هو رد عليك بالضر، ولكن هو متأني وغادي ياخذ وقته الكافي حتى ياخذ قرار اللي يكون في الصالح ديالك وفي الصالح ديالو. الابيض كنشوفوا الابيض كيفكر فيك بقلبه، انت راكي دائما في الفكر ديالو ولكن غادي يكون مشغول عليك، غادي يكون كيفكر في حاجات ماديه او باغي يدير تغييرات في الحياه الماديه ديالو، وغادي تدوز واحد المده وغادي يفاجئك، يعني غادي يرجع بحاجات جديده بحاجات ايجابيه هذا الابيض هذا. وكنشوف اللي هي كدير طاقة روحانية عند فقيه أو شيخ فراكي تمام تمام. فاللي كتفكر هنا دير طاقة روحانية مع فقيه أو هي ناوية هاد الأسبوع دير طاقة روحانية فغادي تجي بالزهر، فغادي تجيك بالزهر. فهذا كان الفال ديالك يا البيضاء، يمكن ظنيت أنني هضرت على الكل ياك، نعاودها. فقلنا غادي تلقاي مشكل مع الابناء ديالك، يا اما هما عندهم مشكل يا اما كيديروا شي حاجه اللي انت ما راضياش عليها وغادي تلمي وغادي تزمي بهذا الخصوص هذا. وكنقول للبنات او المطلقات او الارامل اللي داخل شخص جديد في حياتك راه ما تصدقيش وما ديريش فيه الثقه من اول وهله، فخذي وقتك لان كنشوف غادي يكون شويه ألعوبان. بالنسبه للاسمر فالاسمر كيشوف فيك انت اللي رد عليه بالضر، الحظ والقدر غادي يجمعك انت وهذا الاسمر مهما كان الفراق مهما كان البعد، فمازال غادي تجمعي انت وهذا الاسمر هذا. هو كيشوف فيك غادي يتصل بك اكثر من مره، انت غادي نشوفك رد عليه بالضر، هو كيفكر فيك على نجوم الليل، باغي يدير لك هديه، باغي يعطيك فلوس، غادي يقول لك خبر مهم غادي تظهري عليه هذا الاسمر هذا. بالنسبه للابيض قلنا الابيض رد عليك بالظهر مشغول باعمال وبالمال، ولكن راكي في قلبه وراكي في خاطره وكيفكر فيك بزاف هذا الابيض هذا. وقلنا الحنطي شويه انت رد عليه بالظهر وهو رد عليك بالظهر، كانكم وصلتوا لنقطه النهايه او بيناتكم غيار كبير او هضر ليك على الطلاق او الفراق، ولكن هو متأني سياخذ وقته الكافي، ولكن ما ديري انت والو، ما تعصبي ما تهضري، خليه غادي تفوت واحد المده ويرجع هو يصالحك ويرجع هو يبقى يتصل بك اكثر من مره. غادي تجيك مكالمات هاتفيه من طرف العنصر النسوي وغادي يكونوا هاد المكالمات ايجابيه وغادي تعجبك لهذا الاسبوع الهضره مع النساء بزاف. قلنا المغتربات عندكم حظوظ من ناحيه الاوراق ومن ناحيه ديال السفر، وكنشوف هنا كاين البعض فيكم
اللي غادي تكون عنده حياة عاطفية رائعة جدا، إما رجوع إما زواج أو خطوبة، المهم فرح عاطفي أو فرح مع الزوج ديالك. هذا كان الفال ديالك يا البيضاء. وقلنا بالنسبة للمبلغ المالي راه داخل لك فلوس، غير ما تقنطيش وتقولي ما عندي فلوس ما جاتني فلوس، دابا ربي يرزقك المال اللي انت ناوياه في خاطرك. وقلنا اللي هي دايره شي حاجه عند فقي وكتقول ما عرفت واش شاده ولا ما شاداش ولا اللي باغيه دير هذا الاسبوع شي حاجه الله يسهل الامور، اللي بغات دير شي حاجه عند فقي فالامور غادي تكون ايجابيه. هذا ما قال الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، وتهلاو في راسكم استغلوا الفرص. كنحييكم، شكرا لكم، وانتي خارجه ما تنسيش تضغطي على لايك، وباي باي. كنبغيكم.